عمدي فتحي بيشجع مين في اوروبا؟ برشلونة. برشلونة. نفسك تكون في يوم من الايام لاعب في نادي برشلونة؟ ان شاء الله. ممكن حمدي فتحي يفكر في يوم من الايام ان لو جاله عرض يتناسب معاه ومع قيمه النادي الاهلي ممكن يفكر في تجربه الاحتراف؟ بص، انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي ان انا احقق حاجه للنادي الاهلي. عايز تحقق ايه مع النادي الاهلي؟ احقق، بص، كل البطولات، بطوله افريقيا طبعا، والعب كاس عالم انديه، كل البطولات بصراحه، ان انا افيد النادي الاهلي الاول، والنادي الاهلي يشوف الوقت المناسب ان حمدي يقدر يطلع فيه هو صاحب القرار. انت عارف يا حمدي ان قليل جدا من اللعيبه اللي ممكن تقول السؤال ده. السؤال ده على لا فكره، ده بجد، يعني السؤال بقول ده لاصحابي يعني كده. وانا بقول لك السؤال ده ليه شقين، يعني ليه اجابتين. ممكن تقول انا نفسي اطلع وكذا وكذا وكذا، وممكن تقول الاجابه اللي انت قلتها. بص، اي فالاجابه حد دي انا نفسه، متاكد بس ان هي هتعلي جدا مقدارك عند الجمهور جدا والاداره لا، والجهاز يعني الفني. اللي محدش يعرفه ان انا صحابي لما بيتكلموا معايا بقول لهم كده نفس الكلام. تقول لهم ان انت النادي الاهلي الاول قبل اي شيء. طيب.